هلو هلو هلو، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا. هابي نيو يير للكل. ان شاء الله 2020 تبقى سنة جميلة وحلوة وكل امانينا تتحقق. انا بصراحة متفائلة ب 2020 يا جماعة، لان اصلا الله 2020 موسيقية، 2019 يعني 2019، فإن شاء الله 2020 تبقى جميلة علينا كلنا. أنا طلعت لكم النهاردة أولا عشان أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، دي حاجة. الحاجة التانية بكلمكم علشان النهاردة استعملت أو امبارح بالليل استعملت الهايدرا شيلد ماسك. أنا طبعا استعملت معظم السكين كير برودكتس بتاعة جوناس، ما كنتش لسه استعملت الهايدرا شيلد ماسك، الليفتنج ماسك والبادي لوشن. امبارح كانت أول مرة استعمل الهايدرا شيلد ماسك يا جماعة، بجد انا ما شفتش ماسك كده. بيرنج ان مايند او مع العلم ان الهايدرا شيلد ماسك، طبعا احنا قلنا اعيد تاني انه بيحمينا من عوامل البيئه، من الدخان، من العادم، من التراب، من كل العوامل اللي بتاثر بالسلبيه على بشرتنا. بس اللي احلى من ده انه في شيا باتر وكوكونات باتر، وملمسه لما بتحطه على وشك فظيع، وفي نفس الوقت مش اويلي، ما بيزيدش البشرة. انا نمت وصحيت بشرتي نضرة، الدم ضاخخ فيها. بجد يا جماعة الجناس مش مجرد كريمات بحطها على وشي يا جماعة، جناس فعلا بتحيي كل الخلايا النائمة او اللي ما بتت يعني اللي مش حية، تحييها تاني، بتخليها تشتغل. الـ200 عامل نمو دول يا جماعة مهمين جدا، لأن دول اللي بنخسرهم على مدار سنين عمرنا، وبطريق وعشان التدخين وعلشان قلة النوم، كل الحاجات دي بتأثر علينا. هي مش مسألة سن، فعلا السن ده رقم، لأن اللي بيعجزنا هو الخلايا أو صحة الخلايا بتاعتنا وصحة جسمنا، هو ده الاساس، وده اللي الناس عايزه تعمله، بتصحح صحتنا. اوكي يلا، هاف ا نايس داي، ان شاء الله هابي نيو يير، ونلتقي في 2020 باحلى فيديوهات واحلى معلومات عن البرودكتس بتاعه جناس وشركه جناس. باي، هابي نيو يير.